يعطينها السعادة، لأن احنا اللي بنعيش فيه. وراح أكيد يعني شنو أكثر من يكون بيتك تحس فيه في السعادة؟ شلون نحس بالسعادة في بيتنا؟ معنا أستاذة رشا، أخصائية نفسية وتربوية، راح تكلمنا عن هذا الموضوع. صباح الله بخير. يسعد صباحك، صباح السعادة والإيجابية عليكم جميعا. للأمانة أنا ما قعدت معها وايد، ولكن كنت أقول لها الطاقة فعليا تصل حتى إذا كنا بعيد عن بعض، فطاقتك الأمانة وصلتني، ابتسامتك شكرا لي هذا لك. الله يسعدك. بيتنا بما أنه يعني هذا أكثر مكان ممكن نقعد فيه، وأتوقع في فترة كورونا كان يعني يمكن اللي تضايقوا من بيوتهم لأنهم ما خلينا نقول خلوا بيتهم بطريقة مريحة. شلون نخلي بيتنا مريح؟ لا، بما إنه إحنا البيت معظم وقتنا إحنا وين نجلس بعد ما نخلص ننتهي من عملنا؟ نقعد بالبيت. صحيح. بما إنه هو البيت هو لازم يكون المكان المريح، المكان اللي بيبث الطاقة الإيجابية، لحتى يكون بيتنا يبث طاقة إيجابية، يبث دفء، يبث راحة. أهم شيء إنك كيف تختار ديكور البيت، كيف يكون ألوان اللون الحائط، الورق، الجدران، كيف هم، هذا كل شيء الشغلات بتساعدنا كيف تبث الطاقة الإيجابية. فذلك كيف التناسق بين كل هاي الفرنتشر، المفروشات الموجودة في البيت، هي بتساعدنا تبث الطاقة الإيجابية، تشعرنا بالراحة، تشعرنا بالدفء، ونتخلص من الطاقة السلبية. تمام. حق اللي يسمعنا الحين يشك في كلامنا، أتوقع كلنا نمر في بعض المواقف أو نروح أماكن تحسين تقولين تحسينك مرتاحة، تحسين بدفء، أو الأجانب يقولون على المكان كوزي، فهذا يأثر في نفس ما قلتي في الديكور. أنا أؤمن الإضاءة أيضا لها دور كبير، فعطينا أساسيات، خلينا نقول بالنسبة للكراسي، للألوان، للإضاءة، شو الأشياء اللي تريح العين وتريح النفس؟ في أشياء أساسية بالبيت، في شغلات في البيت بتكون موجودة بتعطينا طاقة سلبية، وأيضا في شغلات بنفس الوقت بالديكور بتعطينا طاقة إيجابية. هلا شو الشغلات اللي بالنسبة اللي بتعطينا طاقة سلبية بالبيت؟ بدي أعطيكم مجموعة بس من الأساسيات، يمكن تكون هي موجودة في كل بيت بس إحنا بنفكر الموضوع إشي طبيعي. أهم إشي الشغلات الزائدة، الفازات الزائدة، العفش الزائد، أو بالعربي إن إحنا بنسميها الكراكيب الموجودة عندنا بالبيت اللي ما إلها فائدة، هاي بتبث لنا فعلا طاقة سلبية. وإن كانت ديكور جميل، حتى لو كانت هو مش كل مكان، المكان أقل بسيط سيمبل بكون بيعطينا طاقة إيجابية أحسن، أريح بالنسبة، أريح للعين، أريح للنفسية. أما لما يكون المكان جدا مقتض للأسف هو هذا فعلا بيعطينا طاقة، تعطي مساحة لازم حق عينك، لازم أعطينا أشياء مريحة. بالنسبة للألوان يكون كل ما كانت، أنا بعتبر اللون هذا جو المكان، روح المكان، كل ما كانت الألوان مريحة نفسيا، كل ما كانت أنا نفسيا بكون مرتاحة في المكان اللي أنا جالسة فيه. مثلا في هناك في علم الألوان، في لكل لون له دلالة معينة. مثلا بنصح بالألوان الموف، هاي اللون الروحانيات، تعطي روح للمكان. اللون الأخضر مثلاً تعطي حيوية لهي المكان. أهم شيء في دائرة الألوان إنه يكون في تناسق بين الألوان، بين اللون الحائط، بين لون الديكور، المفروشات. وتاني إشي أهم شيء إنها فعلاً تكون هي لها تأثير كتير كبير على راحتنا النفسية. يعني اللون يكون مريح نفسياً إلنا، شو راح ينعكس؟ راح ينعكس على مزاجنا، راح ينعكس على أسلوب تعاملنا في البيت. وهاي رجعنا حق موضوع الابتسامة، يعني إذا كنت بيتك مبتسم تطلع أكيد أنت طبعاً مبتسم. وكمان من أهم من النقاط اللي يمكن الناس ما ياخدوها، بعض الناس إنه إشي عادي، النباتات. النباتات كتير بتعطي طاقة إيجابية للبيت، الحية مش الصناعية. النباتات يعني لو مش بس هي نباتات، إنها فقط هي زينة، غير عنها هي عن تنقية الهواء، هي بتساعد على الاسترخاء، بتساعد بتحسن من الحالة النفسية، غير إنه كمان بتعطي منظر كتير حلو بديكور. فأنا بنصح إنك تستغلي بأي زاوية بالبيت إنك تحطي نبتة في البيت. إذا ما قدرتي أو ما كان عندك مساحة، أو إذا كان منزلك كتير صغير، تقدر تحطي لوحة ترمز للخضار، لا برضو بتعطي تقريبا نفس الشعور. بس أنا كتير بشجع
النقطة الثالثة غير عن النباتات كمان التهوية، بما انه احنا هلا بالجو بالاخص بالخليج هلا احنا بشهر 11 بلشت الهواء الخريف، بنصح كثير انه تم هلا فتح النوافذ. طيب استاذة ما اقطع كلامك الا بالخير، خلينا نقول اذا يعني قبل فتح النوافذ، سالفة انها تكون الدريشة خلينا نقول حجم الدريشة او ان الدريشة موجودة، او ان مثلا سالفه الستاير ان انت تسكرها لو ما تفتح الدريشه، سالفه انك بس تفتح الستاير الصبح ايش قد يغير الصبح اول ما تقوم يعني من النوم؟ شفتوا في الافلام يوم احد يقوم الصبح يبطل الستاير هذا فعليا ياثر كثير. يعني لما تقوم من النوم اول شيء انك بدك تعملي افتح الستاير، افتح هلا بالجو بيساعدك انك تفتح الشبابيك، تفتح الشباك، بدخل للهواء، اشعه الشمس كثير حلو، غير عن اشعه الشمس غير انك تدخل التهويه الاضاءه كثير بيساعد انك خلص بتقومي بحاله نفسيه جيده، بحاله مزاج كثير بتقومي مبسوطه منتعشه. يعني مثل ما ذكرتي انك بتشوفي كيف الافلام المسلسلات اول ما يقوم الليل بروح بفتح يعني في شغلات اساسيه انك تقوميها، يعني حاولي انك تفتحي الشبابيك، التهويه، الاضاءه، كل هاي بتحسن الحاله المزاجيه وبتجلب الطاقه الايجابيه للبيت. طيب احم صح او خطا الاضاءه الزايده تاثر في نفسيه الشخص او الطاقه اللي في المكان ام لا؟ الإضاءة الصناعية أقصد الليتات مثلاً والأخص منها الأبيض هو الأريح للنظر، اللايت اللون الخفيف الأصفر مش الأبيض. يعني أنا بعتقد بالنسبة لنا مجموعة كتير من الناس على دراسات إنه كتير مؤذي للعين، مزعج جداً. اللايت الأبيض يعني كل ما كانت الإضاءة خافتة كل ما كانت أريح للنفس. غير طبعاً الأهم من ذلك إنها بلم بالفترة الصباحية الإضاءة الطبيعية الأشعة الشمس ما كانت، يعني خلص بفترة المغرب بفضل إنها تكون الإضاءة كتير خفيفة، خلص هي سبحان الله الإضاءة الخفيفة هي بتعطي استرخاء، حالة نفسية ريلاكس للإنسان. جميل. طيب صح أو غلط موضوع التهوئة أو موضوع الطاقات، المفروض يجب تهوئة البيت خلال النهار من بعد المغرب، المفروض الدرايش تتسكر لأنها تكون الطاقة إلى حد ما سلبية، صح أو لا؟ أنا بالنسبة لي يعني في دراسات بتحكي إنه بعد المغرب إنه يفضل قفل الدريشة، يعني يفضل أنا بالنسبة لي وبالنسبة لكثير مجموعة من الناس إنه كل ما كانت التهوية خلص يعني خلال فترة النهار تهوى المنزل، يعني في الليل خلص بتقدر أنت مش جالسة في مكان مثلا بدنا نطفي الـ AC أو إيش بتقدر تفتحي النافذة، يعني مش شرط إنه نسمع أي أقاويل إنه بعد المغرب إنه في شغلات كثير شائعات وفي شغلات كثير مش صحيحة. لا ما داعي نؤمن فيها. جميل. طيب موضوع كل الأجهزة اللي حولنا، يعني مرات إذا الواحد يفكر أنا شلون بريموت بيدي قاعدة أغير محطة في التلفزيون، إذا تفكر فيها شقد حولك مصادر كهرباء أشعة هذه كلها تأثر فيك بطريقة أو بأخرى، شقد مهم أن الكهرباء اللي مش قاعدين نستعملها نسكرها إذا تبي يعني تأخذ الموضوع من ناحية حماية للبيئة وعدم استهلاك الكهرباء. الكهرباء الزايدة أن نسكرها، التليفونات بالذات وقت النوم تكون بعيدة عنا، ايش قد هذه الأشياء ممكن تأثر فيك؟ هلا احنا بفترة صارت شيء أساسي عندنا ما نستغنى عن التليفون، التليفون لازم نستغنى أبدا عن الموبايل، ما خلص السوشيال ميديا صبح مساء بالليل 24 ساعة تقريبا صارت الموبايلات معنا بإيدينا. اللي بيستخدموا مدة طويلة جدا السوشيال ميديا بغض النظر شو الآب اللي عم بيستخدمه معرضين للاكتئاب، معرضين للانطواء، معرضين للعزلة، لأنه أغلب وقتهم مقوقعين محاصرين فقط من خلال الموبايل، هم انعزلوا عن البيئة الخارجية، انعزلوا حتى عن العائلة الأسرة اللي هم موجودين فيها. قبل إنه أوكي إحنا في نهار كتير بنستخدم السوشيال ميديا، لكن قبل النوم بنصح إنه ما يتم وضع جهاز الموبايل ولا يتم شحن داخل غرفة النوم، خليها خارج مش جنبك يعني خلص افصلي حياتك. مشكلة كلنا نعرف هالشيء، ليش مش قاعدين نسوي بس مش قادرين نطبقه؟ جرب طبقته بيتغير ولا لا؟ طبعا انا يعني اهم شيء لانه تحسي انه في طاقة سلبية في الغرفة، يعني انا كثير بنصح انه خلص كل شيء خلص سكر الباب الغرفة، افصلي حياتي السوشيال ميديا عن وقت النوم.
خلاص اعطي ريلاكس، اعطي مهله للدماغ انك تبعد عن السوشيال ميديا. انا دائما اقول استاذه اللي قبل لا ينام دائما لاخر ثانيه يتعبث في التليفون ولا يطالع تلفزيون، انت زعلان من نفسك. انت متى بتاخذ وقت انك تقعد مع نفسك تفكر؟ طبعا عشان كذي انت شاغل نفسك. جميل، يمكن هذا شوي طلعنا برا الموضوع. حتى كمان بدي في شغله كمان، المسلسلات التلفزيونيه، في مسلسلات بتمتد لشهر شهرين ثلاثه، هاي الاشياء بالاخص المسلسلات الحزينه لها. بس ينتهي مده المسلسل، خلص المسلسل بتلاقي الشخص كثير منغمس بقصه المسلسل، يعني خلص انا حزين، انا بتسبب كثير ايضا كمان هاي كآبه وطاقه سلبيه. اوكي حلو ان الواحد يحضر مسلسلات شوي حزينه شوي، بس مش لا قوقعي نفسك وما تاثري شخصيتك انه خلص انا تاثرت بهاي الشخصيه او تاثرت بالنهايه اللي صارت لهذا المسلسل، فهو انا خلص انا هون تعرضت للاكتئاب، تعرضت للحزن، للقلق، شو اللي صارت بالاحداث المسلسل او بغض النظر الاحداث اللي صارت بالتلفزيون. جميل، يمكن موضوع بعد يعني نرجع حق موضوع تاثيث البيت، هذا علم يعني، مثلا سالفه تحط سجاده ما تحط سجاده، تحط سريرك وين، شو الاشياء اللي تحطها، انه ما يكون تحت السرير مكان خالي، يعني حسب ما انا قريت. فاعطيني الاشياء البيسك، العالم اللي عندها فرصه انها تغير او قاعده تاثر. بالنسبه للمنزل غرفه النوم. نعم، بالذات غرفة النوم. هلا انا بدي امشي اول شيء خطوة بخطوة بالبيت، اهم شيء في ناس كثير بيهملوا مدخل المنزل. بيهتموا بغرف النوم، بيهتموا بالصالون، بيهتموا بالمجالس، لكن مدخل البيت خلص يهملونا، خلص انا ادخل على البيت دايركت على المجلس. الناس شو تشوف؟ ما يهمك انت شلون تعيش. انا شو دخلت البيت بيعطيني طاقة، مثلا في كثير منازل انا بدخلها سبحان الله بتشعري انه في طاقة سلبية انها اجتني، في منازل انا برتاح بنبسط في هاي المجلس، خلص بتشعر انه هم في عن جد في ايجابية بهذا المكان، انا مبسوطة بالناس اللي قاعدين فيه، مبسوطة بالديكور، مبسوطة بالراحة النفسية اللي موجودة في البيت. ايضا كمان بنصح في البيت انه حلو انك في زوايا معينة انك تضعي مرايا. تعطي غير الوسع للمكان، هيك تعطي غير ايضا كمان المنظر الحلو بتعطي للبيت. بنصح بس مش بكل حائط، لا زوايا معينه بالبيت. بغرف النوم احنا في عندنا عاده بشكل تقليدي بغرف النوم انه بنحط السرير، نضع السرير تحت الشباك. او مثلا انه يكون، طب ليه ما نغير انه الشباك، انه حلو انك انت تفتحي وتشوفي جمال البيئه، تشوفي جمال الطبيعه مثلا. لا حط السرير مثلا، ضعي السرير على الحيطه المقابله للشباك لحتى انت لما تكون مثلا قاعده بالسرير تلاقي منظر قدامك حلو. غير انه اللايت تستخدم التكنولوجيا الحديثه، ان الستاير تقدر تفتحها بريموت، وانت جربها انت قايم الصبح تفتح الستاره وتشوف الجو شلون حلو بما ان الشتاء جاي. لنا جلسات اخرى استاذه رشا، الحديث معك ممتع جدا. اسمك مهم وانت مهمه وجودك مهم، واتمنى هذا الفكر فعليا ينتشر عندنا كلنا. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معاكم نهايه حلقتنا اليوم، نشكركم على طيب المتابعه وتفاعلكم معنا، وسؤالنا لحلقه يوم الاحد بتسامح